ممكن انا مثلا ممكن ما اعرفش عليه نفس التركيب، يعني نفس التركيب على الفيلم يلعب بدون دور، يعني نفس التركيب اللي بيلعب بدون دور في حاجه انه يلعب خط وسط من دور اسمع تكتيكه الكوره نفس الدفاعيه اكثر من نفس الهجوميه. لما اكون طلع في تونس سعد الجير لازم يكون موجود، لانه سعد الجير عنده الطاس بتاع اللي كسر بها الخطوط.